الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلين وسهلين. فوق. يلا. أهلين وسهلين ومرحبتين. عاش من شافك. شوف أحبابك. الحمد لله على السلامة، أنت أجيت ميلادية؟ هي وصلتي. تعرف كنت خايف ما لاقيك وأقعد استناك بالطريق. يا سيدي حظك طيب لأنك لقيتني، لأنه أنا مثل هالوقت بكون برات البيت. ها. لا أهلين وسهلين. أهلين. شلون الأهل بلادية؟ بيسلموا عليك كثير. وبعثوا لك معي البيت الحلو. يسلم وديات إلهي، شكرا كثير. عود عود. يلا. تسلم لي. ايه عصامة، يا ترى قعدتك مطولة هون بالشام؟ يعني شغلت يومين ثلاثة لبين ما أقدم وراء البعثة. ليش لساتك ناوي تختص برا أنت؟ إذا الله راد. ايه على خيرة الله، مع إني مو حابب لك هالطلعة منوب. أخي خليني أطلع جرب حظي برا، بلكي بيطلع معي شيء. وليش ما تجرب حظك جوا؟ يعني ما عادت تظهر مواهبكم إلا برات البلد. ماشي الحال ما علينا. اكل انت اكيد اكل، لانه بالبولمان عم يطيفوا اكل، عم يحطوا يعني. بالحقيقه لا تتلبك، لا تتلبك عصامه، عم بمزح معك، يعني معقوله خليك بلا اكل انت الثاني؟ على كل حال قوم نجهز حالنا مشان نطلع نتغدى برات البيت، لانه هون ما في اكل، ما في اكل هون. يلا يلا بالاذن. يلا لاحق. عود لك عود. بس هي محجوزة. لمين محجوزة بقى؟ شو بيعرفني؟ عود عود لك عود، تعال يا ابني. امور استاذ. املي البطاقة من هون، قيم هالكركوبة لك. عفوا استاذ، هي الطاولة محجوزة لو سمحت. ولمين محجوزة؟ للعميد فكرة. ها، عشنا وشفنا والله. ومن ايمتى صار فكرة يحجز طاولات؟ شو ما عرفني انت بالظهر يا ابني؟ لا والله سيدي ما عرفتك. ولا يهمك معلش. أنا من ال عفواً عفواً، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتوا، نور المحل بوجودكم، تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا، لا تواخذونا، أهلا وسهلين. إيه سيدي، شو راح تغدينا يا با؟ اللي بتأمروا سيدي اللي بتأمروا. الله يرضى عليك، بدي تركز لي غدا هيك على كيفك، معي ضيف مهم من اللاذقية، ما بدي وشي يسود قدامه. أعوذ بالله، بتأمروا أمر سيدي، عن إذنكم دقيقتين بس. انصرف. حاضر. شو بك انت الثاني؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقات؟ ممكن اسالك سؤال؟ تفضل. شو هي البطاقة اللي ورجيته اياها للجرسون؟ شو بدها تكون يعني؟ بطاقة عمل، بطاقة شغلي يعني. شو انت شو بتشتغل؟ وطي صوتك، شو بدك من شغلي انت تمام؟ سيدنا شو رأيكم بجعة الخضرة؟ ممتاز. حط. اهلا وسهلا، شرفنا. بكم بكم يا اخي بكم. تفضلوا تفضل استاذ. يسلموا. حياتك. بتأمروا اي خدمه ثانيه استاذ؟ نعم. اي خدمه ثانيه؟ لا شكرا، صرف. انا اذنكم. شو ما كنت الثاني عصام؟ ليش عم تبحلق فيني هالبحلقه كلها؟ يعني أنا آسف إني عم بتدخل بشي ما بيعنيني، بس أنا كأني شايفك هون مخوفهم، مرهوب الجانب. إيه، وليش لحتى ما أكون مرهوب الجانب؟ أنت مفتش تموين شي؟ مفتش تموين؟ لا. معناتها مفتش صحة. مفتش صحة. قول دخيلك قول. تعال يا ابني. امروا سيدنا. اعطينا الحساب. تكرم عينك، تفضل. صاحب المحل حسم لكم 40%. بالله 40%؟ وين ما بروح انا وين ما بجي بيقسموا لي 50 و60 و70% كمان، مو هيك عصام؟ تكرم عينك. وهي حسم كمان 20%. يعني صفية الفاتورة 300 ليرة فقط. ما عم تفوت بمخي، هلا كل هالغدا المطنطن هاد ب 300 ليرة بس. إيه لكان حتى تشوف قرايبك فؤاد قديش صاير مهم، امشي لقلك امشي.
عفوا يا شباب، انا مشواري على ركن الدين. مرحبا ركن الدين، طلع عصام طلع. بس تاكسي مو على طريقنا. لك اخي طلع، انت شو بدك بهالشغله؟ اطلع. ما قلتوا لي وين مشواركم يا شباب؟ مزة جبل اذا بتريد. لك انو مزة جبل؟ ما قلت لكم مشواري على ركن الدين انا؟ لك حبيبي بدنا نمشي على كيفك ولا على كيفنا؟ لا سيدي. اشو سيدي؟ على كيفي انا. ليش حبيبي؟ ليش بقى؟ ابو الشباب ليش على كيفك؟ تفضل خذ سيارة ثانية. لا حبيبي، عصام خلاص انت واقف مع جناب، انا بحل الموضوع على طريقتي. اسمع يا اخ، بنصحك لا تكبر راس زيادة، لانه شغلتنا وعملتنا تكسير الروس اليابسة اللي مثل راسك، فهمت؟ ليش مين حضرتك بلا زغرة؟ اوهو علينا، ضروري نطالع الهوية على الطالعة والنازلة حتى تدعو. انا من هنيك. عدم المؤاخذة سيدنا، يلي ما بيعرفك بيجلك. امروني سيدي، وين بتحبوا تروحوا؟ على حرستا. ايه بس هلا قلت لي على المزة. بالاول عندي مشوار على حرستا، بعدين بروح على المزة. حرستا حرستا مثل ما بتأمروا سيدنا. امور. وبدك تحط لنا شريط حلو بالمسجلة. شو تسمع عصام؟ عصام شو تسمع؟ لا راغب إذا فيه. حط له شريط للرغوبة. هذا ضيفنا من اللاذقية ولازم ندلله. إيه على راسي أنت وضيفك. إيه. تفضلوا تفضلوا. تفضل عصام. شرف عصام تفضل. يا أهلين وسهلين. يعطيك العافية. شكرا لك أخي. ولو هذا على ما بصير. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. خبرني شو قصته؟ ليش خاف منك شوفير التاكسي؟ وليش لحتى ما يخاف؟ خوف أنا يا عمي، شو الحكي؟ العمى، شو هالزحمة هي؟ ليش العالم مستقتلي على السفر ما بعرف؟ هلا بدك تستناني ليصل دوري؟ وان شاء الله راح توقف بالدور مثل الاجداب. لك شو بدي اسوي؟ سعري بسعر هالشباب. ايه هات لك، هات المعامله خلصني. عفوا يا اخ، بدي احكي مع الموظف كلمتين. طيب يا اخي ما توقف في دورك، الا ساعه واقفين نحن. ولك يا حبيبي انا بمهمه مستعجله، ما في داعي للاخذ والرد، انا من هنيك. تفضل تفضل. نعم يا اخ. شوف هي الاوراق اذا تريد. وين صاحب العلاقة؟ ليكو معي موجود؟ عصام تعال هون اشوف. يلا جاي. تفضل. خالصين هيك؟ ايه تفضل. يعطيك العافية. مع السلامة. تفضل عصام. اخي هلا انت بدك تفهمني شو بتشتغل؟ يعني معقول لهلا ما بتعرف شو بشتغل انا؟ اللي بعرفه انك موظف درجه رابعه بمصلحه المي. صحيح، لساتني موظف بمصلحه المي، بس ترفعت درجه. ها صرت درجه ثالثه. بس اللي بيشوفك بيقول غير هيك، بيفتكرك مسؤول مهم بالبلد، يعني شي مدير عام، ضابط كبير، محافظ. مو بس انت اللي بتفكر بهالطريقه، كل الناس اللي بيشوفوني بيفكروا مثلك. طيب فهمني. لك شو بدي فهمك؟ لك ليش الناس كلها بتخاف منك وتضرب لك سلام؟ ليش الابواب المسكره بتنفتح بوشك؟ بعدين شوي البطاقه السحريه اللي كل ما طلعتها من جيبتك بيصفر لون وش العالم. حابب تعرف شو هالبطاقه؟ امنيتي اعرف. طيب رح اقول لك، بس على شرط تخلي الشيء اللي بدي اقول لك اياه سر بيناتنا. ها سرك كبير غني. عظيم جدا يا سيدي، تفضل هاي البطاقه. بس هاي بطاقه اشتراك بالمسبح. ايه ما حدا قال غير هيك. هلا انت لا تجنني، معقول بطاقة الاشتراك بالمسبح صار لها كل هالأهمية؟ يا سيدي مو المهم نوع البطاقة، المهم شو بتوحي. يعني أنا لما بكون لابس طقم وكرافي ومعبي مركزي منيح وعم أحكي مع الناس من فوق من روس مناخيري، يعني بسرق الجو وبلفت انتباه الناس. ولما بطالع البطاقة ما حدا بدقق فيها أو ما حدا بيتطلع فيها أصلاً. وبيني وبينك الناس بتخاف من كل شيء رسمي، هيك ما حعقدي. ليش؟ ما بعرف، يعني البطاقة مو مهمة عصام، المهم يلي حاملها، كيف عم يحكي ومن أي موقع كمان. أستاذ فؤاد،
انت خيلتي بهالشغلة ها؟ يا سيدي لا تنخير ولا تنلخيم، هذا الواقع. انت جرب عصام شي مرة تتأنزع وتحكي من فوق. ايه ارفع مناخيرك وشوف كيف الناس بتهابك وبترهب جانبك فعلا، اصلا ما حدا رح يتجرأ ويسألك شو بتشتغل، كل الناس بدها سلتها بالعنب، شو بيقولوا لك؟ يلا فخاري كسر بعضه. فعلا شغلة عجيبة. بس هي كيف خطيت على بالك؟ بالصدفة. يا سيدي مرة انحطيت بمأزق سخيف وما لقيت غير هالطريقة حتى اخلص حالي، قامت سحبت معي. عجبتني القصة، يعني صرت استعمل هالبطاقة عالطالعة والنازلة، بالسينمات، بالدوائر الرسمية، بالملاعب، بالتكاسي، بالمحلات، بالشوارع، صدقني عايش ملك من ورا الشغلة هي. بس عفوا يعني هذا اسمه انتحال صفة. إيه لا عصام، لا لا تغلط. أنا ما انتحلت صفة حدا حبيبي. أنا ما عم أقول للناس إني فلان أو أنا المسؤول العلتاني أو الضابط الفلاني، أنا عم طالع بطاقة المسبح وبس، عم ضل ساكت يعني، هن اللي حالهم عم يفكروني مهم، شو أعمل لهم؟ وما حدا فكر يدقق بالبطاقة أو يسحبها مني وياخذها أو يقراها، يصطفلوا، شو دخلت أنا؟ ما دخلت. فعلاً معك حق. بصراحة عم يخطر على بالي أعمل مثلك. هلا انا معي بطاقه اشتراك بالباصات بيمشي حالها؟ لك قلت لك مو المهم البطاقه، المهم يلي حامل البطاقه. ايه سيدي الله معك عيني. الله يسلمك. مع السلامه. سلم على الاهل. ايه وصل. طول الغيبه لا ترجع اوام. ايه امرك. مو مشان شيء مشان اهلك يكسبوا. ايه ايه. مع السلامه يا حبيبي. شاطرك. الله معك. الله معك. مع السلامه. شباب بس لدي وين؟ رقم 29 فقط. شو فيها الشنطة؟ ما فيها شيء، شوية أغراض شخصية. طيب ممكن نفتحها؟ لا مو ممكن، شو بدك فيها؟ هيك التعليمات عمي، كل شنطة لازم تنفتح. هاي التعليمات مو علي أنا. ليش؟ مين حضرتك بلا زغرة؟ شو ما عرفتني يا ابني؟ لا والله، من سوء حظنا. أنا من ال... منين يعني؟ من هنيك. منين يعني من هنيك؟ من ال... هات هالهوية لشوف. ايم ايدك. هات هالهوية لشوف. ايم ايدك انت وياه. شو ها؟ شو ها؟ عم تسلبها علينا انت؟ امشي معي لجوا لشوف. امشي معي لجوا. ايه انت وياه. انت وياه لا تغلطوا. ما تغلطوا. مالك؟ ما عاد انت وياه. شو تجمعات؟ شو في؟ سيدي كمشنا هالزلمة عم ينتحل صفة. ورجعنا هويته، قامت طلعت هوية باصات. برافو عليك يا ابني. اكتب لي اسمك حتى اسعارك بمكافأة. وين هويتك ولا؟ ليك 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 يا سيدي معي. انه ما كنا نخلص منكم انتم من بلاكم؟ امشي معلش شوف ولا؟ امشي امشي لشوف. لحظة لحظة. امشي. شرف سيدي، وهي اسم الكريم. عظيم جدا. برافو عليك يا ابني. انتم لهالوطن زخر. خليكم صحيانين باستمرار. امشي ولا امشي امشي قدامي لشوف. امشي لهون. لك عملت مثل ما قلت لي، ما زبطت معي. امشي ولا امشي. ام سعيد يا ام سعيد. لك يا ام سعيد جيب الفطور، ضفاضي بطني عم تنقنق نقنقة. هياني جيت، ما عاشت النقنقة. الفطور جاهز بس بخياني الشاي بدي لقمه. لاحقين عالشاي، جيبي الفطور هلقتني. على عيني وراسي يا ابو ملزم. عجلي شوي الله يرضى عليك. هاي هاي افتح لك تنكي قاورمة واسكب لك صحن. قاورمة؟ بدك ياني اكل قاورمة عند الفطور؟ لا بديش. طيب حط لك مخلل لفت وكم قرف ليفلي. بدك ياني اكل كم قرف ليفلي عند الصبح؟ شو بدك تحرقي لي معدتي انت؟ سلمت معدتك ابو مسعد. ايه رايح اجيب الشاي. لاحقين على الشاي. والله الك النهفي، بتنزلش لا بميزان ولا بقبان. ليفلي. ابو مزعل. اهلين ابو صليح. يعطيك العافيه يا ابو مزعل. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا ابو صليح. اتفضل قول معي. حماتك بتحبك. ايه كثير. حماتي بتحبني.
ليش مرثي بتحبني بالاول حتى حماتي تحبني؟ لا يا ابو صيليح، شو هالحكي المصدق يا عند الصبح؟ اسمعي يا ام زعيل، قال مرته ما بتحبوش قال. اهلين ابو صالح، هذا انت؟ اهلين وسهلين باختي ام زعيل. شو شايفه وشك كانه معكر ومش رايق، شو القصه ابو صالح؟ اي والله معكر ومالي رايق ابدا. وخير مين اللي معكره؟ مين يعني؟ مين؟ في غير مرتي ام صالح؟ ليش متخانق انت وام صالح؟ متخانقين ومتدافشين ومتناتفين وواصلي معنا للشيطان الرجيم. يدلي وشو السبب؟ قال الحق علي قال. اي بشو؟ هذا يا ستي ابني حابب ينزل عالشام ويتعين بالاطفائية، روح قلبه يطلع اطفائي، خصوصا بعد ما طفى بيدر ابو حمدان لما احترق السنة الماضية. ايه وشو المشكلة يعني؟ المشكل اني انا ما بعرف حدا بالشام حتى روح واتوسط له. انا زلمة عايش بهالضيعة طول عمري ونزلاتي للشام قليلة، بقى لمين بدي روح لحتى اتوسط له؟ ولما سمعت ام صالح اني ما بدي روح انفلتت علي مثل الضبعة، وعلى ما قالت لي يا كسلان يا قليل الخواص يا عديم المسؤولية. لا وام صالح كل شي بيوجعها الا لسانها ومبلعها. ومن ايمتين صار هالشي يا ابو صالح؟ هلأ. لا وفوق هالشي ضربتني بعصا المكنسي على ظهري كأنها عم تضرب بسينة. الله يصلحها، الام صالح شو صايرة عصبية؟ ليش هيك عم تعمل معك؟ ما معهاش حق. قال شو؟ كل الجمال بتعارك، بقى ليش انت بارك؟ ولك يا عمي ما بعرف حدا، دبر راسك. يا ام صالح هي بدها ناس تقال، هذا شغلك مو شغلي. الله الوكيل هلكتني يا جماعه. لا وانا طالع من باب الدار بقفه الجل شلفتني وبحراك التنور دفشتني. لا على هالشكلي زودتها كثير ام صالح، يعني انت بتضل جسر البيت وابو ولادها ولازم تحترمك وتستهيبك وتعمل لك حساب، مش هيك يا ابو مزعل؟ الا هيك هيك ونص كمان. على كل يا ابو مزعل لازم تروح مع ابو صالح وتصالحوا مع مرته. ما احلانا ساكتين على اهانه جارنا وحبيب قلبنا ابو صالح. الله يسلمك يا ابو مزعل. لا والمسكين ابي استرجيش يفوت على البيت بعد اللي صار. بتسترجي تفوت على البيت بعد اللي صار يا ابو صالح؟ ابي استرجيش. على كل حال يا ابو صالح عود كلك لقمتين وهلقتني بعد الفطور بروح معك على البيت انا، ولا يهمك كل شيء له تدبير. ليش الي نفس بعد اللي جرى واللي كان؟ وك يا عمي انسى شوي وكلك لقمتين. والله الهم منشل العمر يا ابو صالح، وتعب البال بيهد الجسم وبيبزق الدم بعد. تروحي معي يا ام زعيل؟ لا روح انت لوحدك، انا مش قد ام صالح. بس النسوان بتفهم عن النسوان اكثر، ومثل ما بيقولوا لكل شيء افه من جنسه، يعني حتى الحديد له مبراد. هلقتني اني افي؟ لا مش القصد. بس يعني الواحد بتعرفي احيانا ما. لا ما بدي روح لوحدك، انا بدي روح لعند خيتي على البستين. طيب مثل ما بتريدي، مش رح ضايقيك. قول يا عمي بصيليح، قول مد يدك، قول لقمتين، كل شيء له تدبير. يعني رح تدافع عني عند ام صالح؟ وك يا عمي ان صديقي وجاري، ما احلانا واني ساكت عن اهانتك، وهلق بتشوف بعينك وبتسمع بذينتك كمان. قوم بسم الله الرحمن. خذ هاي لقمه تسلى فيها على الطريق، خذ. مع السلامه، ان شاء الله يطلع بنتيجه. تعال اقول لك تعال الحقني تقل لك. الله اكبر. على العافية يا أم صالح. الله يعافيك يا أبو مزعل. شو يا أم صالح؟ شايفك مثل المقهورة وعابسي وحاطة العقدة بوشك شبراين وطالعة مثل اسكندر ذو القرنين. شوف يا أبو مزعل، من شان الله اتركني بحالي وخذ هالخرفان من قبالي. لا يشبهون عليك فيه،
والله يعنى، هل أبو صالح بيحبك وأبيقدرش يكسر كلامك وطول الطريق هو عم يقول لي أم صالح وأم صالح وعملت أم صالح وساوت أم صالح، هلكني بذكريك؟ ومزعل، أنا مالي قليلة عقل لحتى أصدق هالكلام. طيب، افرضينا عم نقول مي مي مي، مش أحسن ما يحترق لساننا؟ يعني أبو صالح رح يعمل اللي بدي إياه مشان صباي؟ أبو صالح كل همه رضاكي، مش هيك يا أبو صالح؟ طبعاً طبعاً، بس يعني مثل ما تقولي أبو صالح أخطأ معك وهلقتني، هو ندمان ندمان كثير، مش هيك يا أبو صالح؟ في هيك شي، بس هو صاير عم يخطي معي كثير بالمدة الأخرانية. أستا يا دخيليك، كثرة الوقوع والشركة لي بتعلم المشي. هاي قولك يا أبو مزعيل؟ إلا هاي قولي، ولو يا أم صالح، أنا بدي علمك، أنت الست العارفين، بس يعني مثل ما تقولي أنا إلي عتب كبير عليك يا أم صالح. خير إن شاء الله، وشو هو يا أبو مزعيل؟ ها يعني مش عيب عليك تبهدلي جوزك بعد هالعمر وتضربيه بعسل مكنسي مثل الكلب الأجراب؟ يعني بعز شبابه كنت تقليله يا روحي يا عمري يا نظري، وهلق بعد ما زادت شيبته وقلت هيبته وفضيت جيبته وشطت ريالته صرت تكش بوشه وتتطاول علىه؟ ما كان قصدي هيك يا أبو مزعل. يعني لما كان شاب كنت تدلليه وتجبري خاطره وتداري مشاعره وتغسلي له رجلاه، وهلق بعد ما صار ظهره مثل قوس المنجد ومنخاره مثل سندان الاسكافي وعيونه عمس الطعميص ونظره خف وصار يلوس بالصحن تلويس وما عندوش لوش حلو ولا كلمة ناعمة، صرت تقليله يا كركم يا مدربس يا مطيلس يا مقريف؟ أنا ما كان قصدي، لكن يعني اليوم بعد ما هر شعره وانحنى ظهره وبرد دبره وقل قدره وهرهر واهتره من قدام وورا وما عاد يعرف الزلمه من المرأة، صرت تركبي على ظهره مثل البغل وتطوطحي برجليك؟ يعني فكرك مالو أصدقاء يدافعوا عنه؟ لكن أنا يعني لو ما عمل حاله بين إيديك حمار صبور وتسطح عند رجليك مثل الصرصور؟ ولك اخراس بقى يا أبو مزعل، اخراس وكل هوا. إيه؟ أبدي دافع عنك يا أبو صالح، إنك صديقة. ما بدي هالدفاع، خراس بقى وعلى نصتك، فضحتني الله يفضحك. وليش ما بدك هالدفاع بقى؟ ها؟ أنا بدي صالحك مع المرأة. إلها عم طلبك، ليش هي مصالحة ولا مقابحة؟ يخرب ديارك، في شغلات ما بتعرفها عني أم صالح، نكتها نكت ينكتوا كرارك. أنت على نصتك ها؟ ولا كلمة. أنا بصراحة جاي حتى صالحك، وأنت ما بتعرفش صالحك، بقى وقف مع جنب وبلا قلة أدب. لا عمى، ولك رح يجنني هذا يا عالم. إيه؟ طيب يا أم صالح، تعاي تقلك، تعاي 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 جاي. أمور يا أبو مزعل. أم صالح، هلق بدنا نحكي على رواق، أنت شو بدك من أبو صالح بالضبط؟ والله يا أبو مزعل، المسألة بسيطة وما بدك كلها العيطة. القصة إنه ابننا صالح حابب يطلع أطفئي، وهصبي عم بيقاقي ما عم بيلاقي، فقلت له لأبو صالح: يا أبو صالح يا ابن الحلال، انزل على الشام وبحبش ودور، بركدا تقدر تتحشوا بين رجال الأطفائية. لكن هالمعتر قليل الحركة وقليل البركة كمان. طيب يا أم صالح، شو بيقدر يعمل؟ ليكو الثاني ليكو، قال شو بيقدر يعمل؟ طيب اسمع، قلت له جارتي أم دعاس أخو سلفتها بيعرف واحد ثقيل كتير بالشام، وهو كلمته ما بتصير كلمتين، هو من الأصل من هاون من عنا من المسيحية، فقلت له روح لعند أم دعاس خلي تدلك عليه، رفض. لما رفض قمت أنا طلع خلقي، هاي هي كل القصة. بقى بجوز هيك يا أبو مزعي. طيب ولا يهمك، أنا رح حللك مشكلتك. شلون يعني؟ أنا رح أمرق لعند أم دعاس ورح أروح معها لعند أخو سلفتها حتى يعطيني العنوان. يعني أنت رح تتواسط لي من شان ابني؟ شو المانع يعني؟ ابنك ابننا،
ونحن أولاد ضيعة مستحية وحدة. روح إلهي يطعمك على هوانيتك يا أبو مزعل ويطولنا عمرك بجاه كل من إله جاه عند رب العالمين. الله يكرمك، الله يخليك. يا 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 يلا السلام عليكم، بخاطرك هلق. مع السلامة، الله معك يا أبو مزعل. تعال تعال أبو صيليح. أم صيليح أبديش وصيك فيه؟ أبديش. يعني بيظل أبو صيليح مهما قلنا عنه بيظل يعني طيب وقلبه مثل نفاشة القطن. إي والله. ولا يهمك يا أبو مزعل، وصالح بعيوني. أنت بعيوني يا أبو صالح. يعني خلاص صافي يا لبن. إيه في هيك شيء. سبقيني لجوا. أما قصة وسيري، أنت شو إلك مصلحة بأم صالح لتتحش لابنها بالأطفائية؟ لك ليش هيك أنت يا أم زعيل؟ ليش هيك؟ ليش أبتحبيش الخير للناس؟ وبدك إيها تتباهى بأن ابنه صار بالأطفائية؟ شو علاه؟ شو علاه؟ إن شاء الله يصير أطفائي، شو خربت الدنيا؟ وبدك إيه يلبس طربوش على ريس وحديد فضي ويتفتل لي بضيعة المستحية؟ لا مش موافقة، مش موافقة، مش موافقة. وهي طويلة على سنينة لأم صالح. ولك يا حبيبتي يا روحي، لا هي طويلي ولا هي قصيري، نحنا بدنا نخدم هالجماعه والثواب عند رب العالمين. طيب انت قلت لي لام دقاس انك بدك توظف صيلح بالاطفائيه؟ ما قلت لها ولا قالت لي، اخذت عنوان الزلمي منها بالشام عن طريق اخو سلفتها وجيت. ها لانه ما بدي ام دقاس تعرف انك عم تدلل ام صالح وابنها. ولا يهمك، أني أبدللش إلا أم زعل وبس. ليش كم أم زعل أنا عندي؟ ها؟ 20 أم زعل. طيب اسمع لقلك، إذا بدك تدللني بتنفذ اللي عم أقلك عليه، فهمت؟ هاتي تشوف. أنت بتعرف إنه ابننا مزعل ما بيحب لا الفليحة ولا الحصيدة ولا الزراعة. ولو أنا اللي بعرف، ومش بس هيك، ابنك مزعيل ابي يحبش ضيعه المسحيه كلها، قال يعني بيستعر او بينعر منها. اخص عليه. ومزعيل بده يشتغل بالشام عند شي مسؤول، روح قلبه المسؤولي. وشو بده يشتغل يعني؟ كاتي باش كاتيب ولا نايب؟ حلقتني بلا مسخره، اقعد منيح واحكي صحيح. مزعيل رغبته يتوظف يا حاجب لواء يا مرافق مدير يا عنصر مخابرات، هيك رغبته الولد، هيك رغبته. وطالما انت رايح عالشام تتوسط لأم بطيخ، فالأولى فيك تتوسط لبطيخنا مزعي. بس وساطين ثقيلي ثقيلي. شو هالحكاية؟ مش ثقيلي وساطين يا مزعيل؟ لا مش ثقيلي، ما فيها شي طعم التم تستحي العين. طعم الهثم؟ شو قصدك يعني؟ يعني خدلو معك هدية. هدية؟ ومثل شو هالهدية؟ خدلو معك مثلاً يعني خروف؟ لا شو خروف، انت التاني. شو بدك ابنك يصير وزير؟ كلها شغلته شغلة حاجي. طيب شو فكرك ناخذ هدية؟ أرنب. يعني ناخذ أرنبين؟ لكل واسطة أرنب؟ لمزعل أرنب ولا صالح أرنب؟ لا أرنب واحد. لشو الكترة؟ لشو أرنبين؟ كتر المرعى بيعمي قلب الدب. طيب مثل ما بتريد هاي، لكن الله يرضى عليك. لكينا روحي هلقتني ونقي لي شي أرنب مهبير مشان اتيسر فيه بكرة الصبح عالشام. بس أوعك ها تزبط شغلة أم صالح وما تزبط شغلتنا. لا ولا هو شو شغلي هايك؟ بعدين اخذ بايدي هديه مش حي الله. يعطيكن العافيه يا شباب. الله يعافيك، اهلا وسهلا. مور ما يامرش عليك ظالم. بتعرف لي فله السعاده لصاحبها ابو ثامر خرباصه؟ هاي فيلتو. نعم بدي شوفه اذا بصرش ثقلي. ليش مين بتكون يا نور العيون؟ انا ابو مزعل مزراب ابن ضيعته وقرايبه لابو ثامر، لاني من قريه المستحيه. انا
ليش معلمنا؟ من قرية المستحية؟ إلا من قرية المستحية. وبيعرفك هو؟ انت شو بدك بهالشغلة؟ ها؟ فوت قل له قرايبك وابن ضيعتك بالباب واقف. يلا. شو هالتحقيق هذا؟ ايه استنى لحظة بشوف، استنى. الو، مرحبا معلم. سيدي في واحد عم يقول انه هو ابن ضيعتكم، ايه هون عندي برا. وجاي لعندكم بزيارة. نعم. اسمه ابو مزعل. ابو مزعل. ابو مزعل ايش؟ مزراب. ابو مزعل مزراب سيدي. لا لا، مزراب مزراب. حاضر. الله معك سيدي. وصلوا لعند المعلم. تفضل. شرف. شكرا يا خيي. مع السلامة. يعطيك العافية معلمنا. الله يعافيك، أهلا وسهلا. تقول شي معلم؟ لا سلامتك يا أمي. تفضل تفضل يا أخي تفضل. الله يزيد فضلك ويديمكن فوق راسنا ذخر. أهلا وسهلا. تفضل استريح. ما عرفتنا على حالك، منين الأخ؟ الداعي أبو مزعل مزراء من قرية المستحية، قريتكن يعنى. أهلا وسهلا والسبعة نعم. الحقيقة أنا صلي أكثر من 7 سنين ما زرت الضيعة، يعني انقطعت مصالحي فيها. أهلي كلهم صاروا بالشام، حتى لهجتي صارت شامية. أهلا وسهلا فيك يا أخ. بكم يا سيدي، بكم. أهلا وسهلا مور. والله الحقيقة يا سيدي إنه عندي طلبين اثنين، وبدي من جنابكن يعني هيك تساعدوني بحيث إني أبعرفش حدا بهالدولة. وقال انتو الله يديم عزكين ويعلي مراتبكين بتهزوا الدولة هز. شو هالحكي هيك عم يقولوا؟ مش من عندي هالكلام يا سيدي، واني عم اطلب منكن هالخدمة باعتباركن يعني ابن المستحية، والشجرة يلي ابت فيش على كعبها قلعها اولى يا سيدي. المهم شو هالطلبين بقى؟ واحد لابني مزعيل الضربان بده يتوظف حاجب عن شي مسؤول، يعني مثل هالشباب يلي برا بيقعود وبيشرب شاي ويعني بس للأمانة مزعيل أخلاق عالية ومن جميعه، وما بيحبش الفليحة والتعتير، يعني مثله مثل غيره من هالشباب يلي هاجروا من الأرض وتركوها وتعبعبوا بالمدينة. على عيني. وغيره؟ في عندي يا سيدي طلب ثاني لجار عزيز كمان متعلق بابنه، يعني بده يتحشو بالسلك الإطفائي. والثاني كمان أخلاق عالية للذمة والأمانة وشجاع وقوي وبيحب النار كثير يا سيدي. ماشي الحال ماشي الحال، بعون الله طلبك مقضي يا مزعل. بكفي خدمك لأنك ابن ضيعتي، ويلي ما في خير لضيعته ما في خير للبلد كله. مظبوط يا ابو مزعل؟ مظبوط يا ابو مزعل ولا لا؟ والله يا سيدي مظبوط، والله يديمكن وينصركن على اعدائكن هيكي ويقصر يعني الله يخليكن. المهم انت اعطيني اسماء ولا يهمك. حاضر يا سيدي. غدا جاهز معلم؟ ماشي ماشي. تفضلوا يا سيدنا، وهي اسماء الشباب. على عيني، إن شاء الله طلبك مقضي بإذن الله يا أبو مزعل. وفي شغلة ثانية وبتمنى تاخذوها يعني دخيلكين، بمعنى الأخوة والهمشيرية إذا بتعزوني. وشو هالشغلة بقى؟ هالأرنب هدية من جنابي لجنابكين، مش رشوي لا سمح الله يا سيدي. لا بس الواجب واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدي. ماشي الحال، شكرا لك يا ابو مزعل. يا صبري مر معلم، خذ الارنب من ابو مزعل. وينك صبري؟
عفوا سيدي، في شغلة مهمة كثير بخصوص الأرنب، لازم قولها أنا. قول قول ولا يهمك. الأرنب يا سيدي طيب مع الملوخية وبلا مع المية، إذا قطعتوه وشويتوه على النار بذوب لحمها، بذوب. بدكم تنقعوه بالخل والثوم والزيت، ومش أي خل، لا، شوية من خل العنب وكثير من خل التفاح، وبتعصروا له فوق الخلطة حصروم مش ليمون سيدي. أيوة، وبهالطريقة بيقسى لحمه وبيصير طيب. ولا يهمك، رح نعمل بنصيحتك. اتفضل على الغداء. مش ممكن سيدي دخيلكن، مش ممكن. شو هالحكي يعني؟ مش ممكن، أنا شبعت بدلالكن ليا. اي معلش معلش، قوم كم لقمة بس. على عيني وراسي. الحقيقة أنا لحالي بالبيت، العيال والولاد بالشاليه باللهدية، والله بعتك بالوقت المناسب حتى نتسلى مع بعض. تفضل تفضل كول. قلي لشوف، شو أخبار ضيعة المستحيين؟ والله يا سيدي بدنا يعني هيك دعمكن. لأنه يا سيدي في بعض المسؤولين، يعني عم قول بعضهن يلي جايين من الضيع، بيخافوا إذا اعتنوا بقريتهن يقولوا الناس عنهن إنهن متحيزين لضياعهن. أي خرب بيتكن، وعفوا يا سيدي أنا عم بقصدهن إلهن، يعني إذا ما كان فيكن خير لضيعتكن رح يكون فيكن خير للشو. والله المسؤول الفلاني يا سيدي، وبدون ذكر الأسماء لا تحرجونيش، سمحوا لي، سمحوا له بتمديد المي لضيعته، سمحوا له، رفض، قال بكرة بيقولوا إني ما مددتش المي لضيعتي إلها لأنها ضيعتي. شوفوا يا سيدي على هالقافية العرشة، شوفوا. الحماكة يا أبو مزعل. تفضل تفضل كول، تفضل. على عيني يا سيدي، بس يعني قبل ما بلش في الأكل، في كلمة هايكي يعني بدي أقولها، إذا يعني ما فيهاش إزعاج أو انطشاش أو يعني تنطعاش يعني. احكي ولا يهمك. الحقيقة يا سيدي إنهن قالوا لي، هن قالوا لي إنكن شايفين حالكن ورافعين منخاركن وشامين ريحة باطكن وبتحكوا من روس منافسكن كأنكن شامين ريحة بشعو. لا، وشلون شفت؟ كله حسد يا سيدي. كله حسد وضيقة عين. الله يعلي مراتبكن وديمكن لهالوطن ذخر. عم قلكن شو احتفافية، شو احتفافية، قد ما بتقولوا أكثر. ووظف صالح وعمل لي صفرة للمنظر مش للأكل، يعني على كل ضرس لون. قدم لنا المقمر والمشمر والمبهر والمشوي والمقلي وبالزبدية وبالصينية، شغلة فوقانية كثير كثير قد ما بتقولوا أكثر. الله يجزيك الخير يا أبو مزعل. هيك ها، هذا اسمه رجال. نيالك يا أم مزعل، والله بحزك على هالرجال. لسه ما شفتوا شيء. أبو مزعل لو بده بيهزها لشجرة الزيتون بينزل تفاح. الله يعزك يا أبو مزعل، يعني لو ابنك ما بتشتغل له مثل ما اشتغلت لابني صالح. وفوقيها هذا أرنب هالقد قده مهبير. ولا يهمك، هلق بعطيكي بداله أرنبين. لا، مش قصة أرنب وثعلب، بس يكون بمعلومكن انه البس ابي يصطدش الفار كرمال صاحب الدهر. شو قصدك؟ يعني وظفت ابني مزعل كمينة. يي مقواك يا ابو مزعل، والله بيطلع لك تكون انت مختار المسحية. حارق قلبي يا أبو زينب،
انه هالشجر بارضي كل ماله عمي بس، وعدان المي ما عم الحق يدور الا كل 15 يوم مره. ايه اتحمد ربك واشكره يا ابو ابراهيم، اني احيانا مش عم الحق يدور بنوب، وعم بجيب صهريج مي بالمصاري حتى اسقي بستاني. وبصراحه يا ابو ابراهيم مصروف المي دابحني ذبح. طيب والحل؟ حاكم انا وانت بالهم سوا، وارضي جنب ارضك، يلي عم يصير فيني عم يصير فيه. الحل بالبير، لازم نحفر بير باي شكل. نحفر بير؟ ايه طبعا يا ابو ابراهيم. ايه بس كلفته عالي يا ابو ابراهيم. الله بيدبرها، احسن ما ندفع كل يوم والتاني حق مي. بس كمان يا ابو ابراهيم مش هون المصيبه. وين المصيبه؟ المصيبه يا ابو ابراهيم انه حفر البير بده موافقه من المدينه، واذا احنا حفرنا بير من غير موافقه بيطمرونا اياه وبيغرمونا بمصاري، ويمكن كمان ياخذونا على الحبس. طيب والحل يا ابو زينب؟ الحل يا ابو ابراهيم بدنا واسطه من الشام. بالشام؟ بس انا ما بعرف حدا بالشام. واني ما بعرف حدا. ايه اتذكرت، خيك ابو مزعل بيعرف. خي ابو مزعل ما غيره؟ ايه ابو مزعل ما غيره. شو ناطر بعد؟ مو من 6 أشهر وظف ابنه بالشام. قوم قوم تنحكي معه. هلقتنية؟ ايه هلقتنية، دق الحديد وهو حامي. قوم قوم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. بلا مهلي. يا هلا يا هلا بمنظار. يعني شو بدي قلكين، طلبكين مقضي مقضي باذن الله، وابو ثامر خرباصه صاحباي صاحباي من الروح للروح. يعني هلقتنية غرضنا مقضي نروح لعنده يعني؟ اي انتو روحوا لعنده واني راح اعطيكن العنوان. اي قرة عيني، وشو بدنا نقول له؟ ها تفضلوا لقلكن شو بدكن تقولوا له. تفضلوا انتو بس قولوا له لابو ثامر خرباصة، قولوا له ابو مزعل بعثنا لعندكن، وهو راح يحطكن على راسه وراح ينفذلكن مطالبكن. يعني ما فيها ثقل عليه؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. عم قلك الأبو ثامر خرباصة ملبسة سكرة يعني، وروح قلبه يخدمه لضيعته، هو خلي بعظمة لسانه قال لي ابعث مين بدك إياه لعندي، أنا بخدمه أنا خدام إلك ولكل أهل ضيعتك. بقى أنت يا أبو إبراهيم يعني مقامك من مقامي، أنت أخي. طيب خي مزعل ناخذ له معنا شهدية. أعوذ بالله أوعكين اصحكين، ها بدك تفوش علي إنت؟ أنا أخذت له أرنب ومشي الحال. الله يجزيك الخير يا أبو مزعل، بشرفي إنك شهم قبضاي. شو بدنا نساوي يا عمي؟ بدنا نخلوم. نعم نعم، قل له نحن أولاد ضيعته وطرقين مشوار من المستحية حتى نزوره ونتشرف. نعم نعم. ايه طيب وقفوا على جنب شوي، استنى لحظة انتبه. نعم نعم. الو مرحبا معلم، في جماعة من الضيعة حابين يزوروك. ايه لا هون عندي برد. طيب حاضر الله معك. يا صبري صبري. يا معلم تعال شوي خذهم وصلهم لعند المعلم. حاضر. حوام بسرعة. كثر خيرك. كثر خيرك. تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل يا تفضل. السلام عليكم أبو ثامر. السلام عليكم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين كيف الصحة؟ تفضلوا اقعدوا تفضلوا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الحقيقة نحن آسفين على الإزعاج، بس مضرورين ومضطرين. اهلا وسهلا ومرحبا. امروا عرفتوا لهالرجال؟ لا والله، مين بيكون بلا صغراء؟ ولو الاخ بيكون قريبه لشخص عزيز على قلبك. عزيز على قلبي؟ ايه مين بيكون يعني؟ لازم تكون عرفته من الشبه، بيكون خيو لابو مزعل. مين ابو مزعل؟ ولو ابو مزعل مزراب. كمان ما عرفته. ولو يا ابو تامر ابو مزعل مزراب يلي هداكن الارنب، بس الحقيقه الحق بايدكن تنسوا، انتو مشاغلكن كتيره. عرفتوا يا سيدي؟ ايه هلا عرفتوا. ابو مزعل انا ببقى خيو والسبعة نعام. اهلا وسهلا.
شلونكم؟ ان شاء الله. والله ابو مزعل بيسلم عليك وبيقول لك ان تدبرنا رخصه مشان نحفر بير بالمستحيه مشان الاراضي تشرب. بقى انتو وسماحه نفسكم. تكرم عينكم على راسي، بتستاهلوا انتو. يعني هلا اقتنيه شغلتنا بتمشي؟ ولو انا راح ابذل كل جهدي، بس بدي اسالكم سؤال، قديش بتبعد ارضكم عن الطريق العام؟ 5000 متر. ماشي الحال، تفائلوا بالخير ان شاء الله. يا صبري، وصينا على شويه فراريج وشويه كباب وشويه مشاوي من المطعم الصحي، يعطيك العافيه يا ابني. والله لبك عليكم يا ابو ثامر. إيه لا ولو، ما ممكن تروحوا بلا غدا، انتم من ضيعتي، ضيعه المستحيه. شلون هيك؟ شلون؟ شلون ما عرفني معقول؟ والله يا اخي يا ابو مزعل ما اعرفك. انتو كنتوا قولوا له ابو مزعل مزراب يلي هداكن الارنب. هو مش حلو تحطوها على عينه، بس لازم تذكروه يا خي. اي هو تذكرك مضبوط لما ذكرناه بالارنب. اي بس الشهاده لله، الزلمه شهمه قبضاي، غدانا وحلانا واحتفل فينا كرمالك. اي واعطانا موافقه حفر البير. الله يا خي ابو مزعل، تاريخ دوله ولك صولي وجولي. شو بدنا نسوي يا عمي؟ يعني بدنا نخدم. يا خي ابو مزعل، ممكن تقبل مننا هالخروف هديه؟ ايه ممكن. تكرم عينك يا خديجه، انت قولي لي واني بتصرف. يا ستي قالوا لي انه ابو مزعل بيعرف مسؤول كبير بالمدينه وبدنا اياه يحاكي لنا اياه مشان 200 كيس شمينته بالسعر العادي. بدنا نعمر اوضه للولد بهالبستان، بتعرفي كبر وصار بده اوضه ينام فيها لحاله. واذا صارت هالشغله يا ام مزعل، لك مني نعجه هالقد قد. تكرم عينك يا خديجه، اليوم المسا بحكي مع ابو مزعل. اهلا وسهلا ومرحبا. ما تعرفنا، مين حضرتكم؟ نحن من ضيعه المستحيه، ضيعتكم يعني. من المستحيه. أنا عمو أكرم. منين من المسحية بالضبط؟ أنا ساكنة بقرب وادي الجلغوم، وهذا ابن عمي مسعد، وخواتي نوري وعزو واقفين برا. يعني أنتوا بتعرفوني يا بلهلا؟ بصراحة لا، لأنه أنا كمان ما عرفتكم. ولو نحن جيرانه لأبو مزعل. مين أبو مزعل؟ أبو مزعل، أبو مزعل مزراب يلي هداكن الأرنب السنة الماضية. اهلا. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا امر. بصراحه بدنا 200 كيس شمينتو بسعر رخيص، بدنا نعمر اوضه للولد بالبستان. بقى بحق موانه ابو مزعل عندكم، ومعستوا عليكم انكم ما تردونا خايبين. لا ولو، انتوا اهل ضيعتي وانا بالخدمه. يا صبري. يا معلم. يرضى عليك، وصينا على صينية أوزي وصدر كنافة من مطعم مرايا. حاضر يا معلم. الله معك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. لك يا عمي، أنا وياه، أنا وأبو ثامر خرباصة مثل الأخوة، عشرة عمر يعني، عشرة طويلة الأمد هيك. إيه وحطلنا هالأكل وهالشرب وهالفواكي وكله كرمالك يا أبو مزعل. طبعا كرمال خاطره، لك منين نعرفه نحن؟ ترى هو كان رح ينسى، بس لما ذكرناه بالأرنب عرفك رأسا. الحق بإيده، في بضيعة المسحية أكثر من 2000 أبو مزعل. الله يديمك يا أبو مزعل، الله يديمك، أنت فضلت. وهلق يا أبو مزعل، ممكن تقبل مني عن معزاي؟ ليش هو هالغلبة يا عمي؟ ليش هو هالغلبة؟ نحن بدنا نخدم وبس. معلم أبو ثامر، أنت بلا زغرة أبتعرفناش، نحن جيران لخي أبو مزعل. ابو مزعل مزراب اللي ابو مزعل مزراب يلي هداني الارنب، مو هيك؟ اي نعم يا سيدي بالضبط. والحقيقه هو بسلم عليك إن كثير السلام، وكان حابب يجي معنا، بس الله يعينه مشغله كثير. الله يعينه. اي ابو مزعل بيأمرني امر. يا صبري. حاضر معلم. المهم خير، شو الطلب؟ احنا يا سيدي مستملكين ارض، وهي بالاساس املاك دولي، بس الدولة ما انذرتناش بانه نكف اليد عنها، وصرنا فيها 25 سنة. بقى بحق المودة والمعزة اللي بينكم وبين خيب ومزعل تنهون هالقضية.
بأنه يصدر حكم من الإصلاح الزراعي لصالحنا. تكرم عينك، بس هلا أمه نتغدى بعدين بنحكي. جاهز يا صبري؟ جاهز معلم. تفضلوا. يزيد فضلك. أهلا وسهلا. بالمهل يا سيدي، شارفوا. تفضل. أهلا وسهلا. شرف. خي أبو ثامر، بلاش مواخذي، شو هالأكلة؟ يا سيدي هاي مي، مي وبس. لا شو مي، رح ازعل منك. ها هي شوربة الأرنب يلي هداني يا صديقي وحبيبي أبو مزعل مزراب. تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. شبكن عم تتصفنوا ببعض؟ تفضلوا، إن شاء الله فيها ألف صحة وهنا، بس اوعكن الزرزبوا على أواعيكن. ها مثل ماني ما قلك يا أبو مزعل، اعتذر ورضيش يقضينا شغلنا، وفقيها بيطعمينا ما يبقى لك هاي شوربة. شو الحكي؟ شو الحكي؟ مش عم صدق يا عيلم، معقول أبو ثامر خرباصة ابن المستحية يعمل هيك؟ مش عم صدق. يا حيف عليك يا أبو ثامر، يا حيف عليك يا أبو ثامر خرباصة. يا جماعة فعلاً العز بيلبق لناس وناس، وهالزلمي هذا ملح وعلى ذيله. معلوم يا عمي معلوم، صار مسؤول، صار مسؤول على الكرسي وتنكر لأهل ضيعته. فعلا يا جماعة الكرسي بتنسئ. خي أبو مزعل، أنا جبت لك سلة هالبيض وبتمنى بتمنى أنك تقبلها مني وتخجلنيش. وهاي قدرة اللبن كمان، لبن بلدي خيي غنم، كرمال أنك تعذبت وقدمت مساعدتك. وهاي قطرميز العسل خييه، كرمال شهامتك. بس هذا كثير كثير يا جماعة، خجلتموني. نحن بدنا نخدم وبس.